شكرا شربل. اذا نهايه المباراه بفوز نادي شباب الساحل على نادي شباب الغزيب بنتيجه 3-1. المباراه خلصت اول 5 دقائق من ثاني شوط عندما سجل نادي شباب الساحل الهدف الثالث. باقي مجريات الشوط الثاني كانت خلينا نقول فقط تدوير الطابه من قبل نادي شباب الساحل. نادي شباب الغزيه عمل رده فعل بالدقيقه الاخيره بحصوله على ضربه جزاء سجلها كريم منصور كابتن. مثل ما قلنا احنا المباراه انتهت من بدايه الشوط الثاني عندما سجل نادي شباب الساحل هدف الثالث. الهذا اللي كان المطلوب. شباب الساحل بالدقيقه الخامسه من الشوط الثاني 50 يعني نهى المباراه بالهدف الثالث اطمئن واصبحت الامور سهله له بشكل صار الفريق عم يلعب لتدوير الكره عمل بعض التبديلات الكوتش طبعا. بس طبعا شفنا كمان ناخذ كمان نرجع بنقول نموذج انه اللي فريق بس يفقد التركيز ممكن ينضرب. لا يعني اواخر المباراه فقد التركيز سجل هدف فريق الغزي وممكن بعد شوي لو في وقت ممكن بيعمل قلق. هون نحن بنطالب اللاعب اللبناني والفريق دائما يبقى على التركيز. ثبات المستوى مطلوب خلال 90 دقيقه. ثبات المستوى مطلوب خلال الموسم كامل وهيدي نحن بتفقدنا. هيدي بترجع للعقليه اللاعب مثل ما قلنا. على كل الاحوال 3-1 نتيجه المباراه. رح نشوف الاهداف الاربعه يلي تسجلوا اليوم 3 نادي شباب الساحل وهدف لنادي شباب الغزي. لافت انه نادي شباب الغزي قدر يعمل رده فعل ولكن خجوله ومتاخره صحيح. ولكن لو كان في بعد نتيجه تراخي شباب الساحل طبعا 5 دقائق او 10 دقائق زياده كان ربما كان ما المفروض الفريق يطمن. انا وحده من الشغلات اللي انبسطت فيها بشباب الساحل اليوم هو انه قدر الحش حمود هيدي المجموعه خليها ضمن هدف واحد تركيز واحد والدليل بدايه المباراه القويه هذا اللي كنا خوفين منه. هذا بيخلي انه المجموعه لاحظ التعاون بين اللعيبه وتبادل المراكز يعني في انسجام فني وفي انسجام حتى بين اللاعبين وعارف كل لاعب عارف شو دوره وعم يشتغل عليه. ما في الانا كل عم يلعب للمجموعه وهيدي بعتقد يمكن كان يعاني منها بالسابق الحش حمود. هلا يمكن هيدا الامور بلشت عنده تتحسن وهذا عامل اضافه وقوه لفريق شباب الساحل وهذا هون مهم اصعب على الحش حمود ان يبقيهم بهذا التركيز يبقيهم بهيدي اللحظه بهيدي اللاعب اللبناني صعب. هون الصعوبه انه يبقي هذا الفريق كله ينزل يلعب للمجموعه وينسى نفسه كرمال المجموعه وبعتقد لا حرام فريق الساحل وصل لهون. لاحظ لك انا في مضطر احكي فيها الحش حمود هلا عم بيدرب اللاعبين اللي عم بيعمل تمرين للاعبين اللي ما لعبت وهيدي لازم رساله لكل المدربين. في لاعب مباراه مثلا يوم الاحد يعني السبت تمرين خفيف واليوم ما لعب وبكره ممكن راحه اذا بعد الفرقه بتاعتي راحه يعني معناتها 3 ايام غايب خلال اسبوع 3 ايام ما لعب. فلا فرق في فرق ما بتعمل لا مباراه تدريبيه ولا بتمرن اللعيبه اللي ما لعبت. هون هذا دليل انه الحش حمود مركز وعارف على كل المجموعه وعلى كل الادوار. هيدي يتميز الحش حمود باخلاصه بالشغل هيدي سمعه هيدي امر طبيعي لازم يكون. هيدي ما بده اخلاص بده متابعه. هو عارف حاله في يوم من الايام بده يعوزه لهذا اللاعب البديل بده يكون جاهز. طب اذا السبت ما تمرن والاحد ما لعب هي يومين وبكره اذا راحه مثلا ولازم حتى يعملوا له مباريات وديه. نحن مثلا في لعيبه ما بتلعب بالاساسيه ما بتلعب مباريات وديه هيدي لازم نلتفت لها لتطوير مستوى لانه انت بالنهايه بحاجه للاعب البديل ليكون جاهز حتى بس تيجي فرصته ويجي دوره يكون جاهز اقل ما يمكن بحد ادنى من جوزي لا يعطيك. فهيدي ملفته ولازم الكل ينتبه لهيدي نحكيها. ايضا الملفت كابتن اليوم بباقي نتائج يعني هذا اليوم هو فوز البرج على نادي السلام زغرتا بنتيجه 1-0 على ارض ملعب المرداشيه. يعني خطف 3 نقاط من نادي السلام زغرتا برات ارضه. بتصور هذا مؤشر انه نادي البرج رح يكون له شان بالدرجه. هلا ما حضرنا المباراه لكنه امر طبيعي لانه البرج فريق استخدم لاعبين كثير وبلش بكير التحضير تاعه كان كثير بكير مشان هيك شفته اليوم بعكس الفريق السلام زغرتا اللي كان متخبط بتغيير مدربين ولاعب وتخلى عن لاعبين فلاخر الوقت. هذا بنرجع بنقوله دائما نحن الفرق متاخره بالتحضير بتحتاج لوقت كثير حتى تحضر. سؤال اخير عن نادي الشباب الغزي. حكينا كثير عن نادي شباب الساحل انه نادي كان منظم عارف حاله شو بده. الحش حمود شاغل شغله مزبوط ولكن نادي شباب الغزي في ظل هذا المستوى يلي على الرغم انه هذه المباراه ليست مؤشر نهائي على ما سيقدمه خلال الدوري ولكن نادي شباب الغزي من خلال هذه المباراه مؤشرات على لوين رايح. هلا اللي بده يحكي للوهلة الاولى بتقول رايح على النفق المظلم لكنه السنه الماضيه انا بتذكر يعني قابلت حدا مقرب من الغزي ما بعرف اذا اداري ولا لا كان عم يحكي انه احنا نازلين درجه ثانيه تقريبا احنا شفنا فجاه عادوا طلعوا وعملوا نتائج بس كابتن جمال مزهلة. تقريبا احنا شفنا كل الفرق خلال هذه المرحله باستثناء طرابلس والعهد
في عده فرق في عده فرق وضعها ابدا وتحضيراتها واضحه من بدايه الموسم منا جاهزه. رشيد السنه الماضيه لاخر اسبوعين كان في 8 فرق مهددين. صحيح لاخر اسبوعين كان في 8 فرق مهددين، فلاخر لاخر مرحله صار في 4-5، فمعناتها كله هذا التحضير المتاخر الوضع وضع يمكن امكانيات بده يؤدي لهون بده يؤدي لهون. بدي اشكرك انا كابتن جمال، بتشكر المشاهدين اللي تابعونا. ملتقانا بكون بكره ببرنامج جولد بول، ملخص عن كل مباريات المرحله الاولى من دوري الفا للموسم 2019 2020. الى اللقاء. We'll be right back.